بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، الحقيقة النهاردة اللي هيغلب على الحوار ولقائي مع حضراتكم هو الحوار الثقافي أكتر منه الدعائي. يعني حتى إحنا لو بنعرض ملفات إحنا بنشتغل بيها وربنا بيمن علينا بأنظمة علاجية بنحقق بيها نتائج طبعا ملهاش أي حسابات بالنسبة للطب، إلا أن أنا بعتبر أن ده أنا مقل شوية في الجانب التثقيفي. وأنتم لكم معايا النهاردة جرعتين، جرعة في الإيمان وجرعة في العلم. وطبعا لما كان العلم وسيلة والإيمان غاية، لأن غاية العلم أن يورث في القلب الخشية والإيمان والخوف من الله سبحانه وجل شأنه. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإن لم يورث هذا العلم خشية وخوفا وإنابة وتوبة فلا قيمة له. فهنبدأ بالإيمان. أكبر مشكلة ترتب عليها كل يعني العواقب والمعضلات والمرارات اللي الناس بتعيشها خلل التوحيد. يعني هكلمكم النهاردة على جزئية دقيقة جدا، وده شرط من شروط الإيمان، ولا تتحقق لا إله إلا الله إلا به. الإيمان بالقدر، احنا عارفين شروط الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشر. كم واحد بقى عارف مراتب الإيمان بالقدر؟ مهم جدا انك يبقى عارف الايمان بهذه الاجزاء وهذه الابعاد وهذه الشروط الستة اجمالا وتفصيلا. فتؤمن بالقدر اجمالا وبمراتبه تفصيلا. ايه مراتب القدر؟ هي اربع مراتب. المرتبة الاولى مرتبة العلم، أن الله تعالى علم أزلا كل ما في الكون لا يتحرك فيه متحرك ولا يسكن ساكن إلا في علم الله تعالى أزلا. واحد يجي يقول لك ده ربنا قدر أقدار الخلائق كما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. أقول له لا، علم الله تعالى أزلا كل ما في حياتك وتفاصيل عمرك في علم الله تعالى الأزلي، لا يحدد بأوان ولا بسنين ولا بأعوام. فمرحلة العلم مرحلة أزلية، أن الله علم كل تفاصيل حياتك، كل حركاتك وسكناتك وخواطر قلبك أزلا. يعني علم سرمدي أولي ليس له بداية. هذه مرحلة العلم. مرحلة الكتابة أن الله تعالى دون كل تفاصيل الكون بما فيه وما عليه وما خلقه فيه أنا وأنت وكل ما يدب على الأرض وكل ما يتحرك في الكون وكل ما كان له وجود وكل ما كان له حال، إلا والله تعالى قد قدر حياته وتفاصيل كل ما يجري عليه منذ لحظة بدايته إلى نهايته. هذه هي مرحلة الكتابة. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يبقى القضية قضية علم ثم كتابة. قال الله تعالى: والله يكتب ما يبيتون. فالله سبحانه وتعالى ما علمه وما يتعلق بك مدون ومكتوب. وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني مدون ومكتوب عند الله تعالى.
يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. يعني الله تعالى جعل ذلك عنده، وأول ما خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. دي مرحلة الكتاب. ثم تأتي المرحلة الثانية أو الرتبة الثالثة، ألا وهي رتبة المشيئة. مع أن الله تعالى كتب، علم ثم دون وأمر القلم أن يكتب، إلا أنه لا صلاحية لأحد في أن يغير هذا القدر إلا هو سبحانه جل شأنه، كما سمعت مما قرأناه، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني ما قدره لك قادر على تغييره، ولا يغيره إلا هو. فكما أخبر سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لابد أن يقدر الله تعالى ويريد ويختار ويشاء. وقال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. يبقى دي المرحلة الثالثة، مرحلة المشيئة. المرحلة الأخيرة مرحلة الخلق، أن يحول الله تعالى هذا العلم وهذه الكتابة وهذه المشيئة ويقضي بها في الواقع، فيتحول القدر إلى قضاء، يكون له في الواقع وجود، يقدر خلقا، يأمر بفعل أفعال في كونه فتترجم إلى وجود وواقع، كما أخبر سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. فالله تعالى خلق الخلق وخلق أفعالهم سبحانه جل شأنه. فآخر مرحلة هو مرحلة تحويل هذا الكلام النظري الذي علمه الله تعالى وأمر القلم بكتابته فدونه وسجله في أم الكتاب، ثم قرر سبحانه وتعالى وقدر وأشاء سبحانه وتعالى أن يتحول ذلك إلى واقع، فتأتي مرحلة الخلق والإيجاد وما يجري على كل مخلوق مما يعتريه في حياته من الضراء والسراء، من الفقر والغنى، ومن المرض والصحة، ومن الرزق والفقر، ومن كل ما يلاقيه العبد في حياته. فهذا هو ترجمة حقيقية لواقع القدر، مرحلة العلم والكتابة والمشيئة، ثم آخر مرحلة، مرحلة الإيجاد والخلق. أكبر مشكلة تدمر الناس هو عدم الفهم عن الله تعالى والإيمان بقدره حتى وإن كان مرا، فقد يصاب بتدميرات نفسية تؤثر على مناعته ويترتب عليها أمراض ليس لها علاج. إذن فأغلب ما يلاقيه الناس من أمراض هي عدم الرضا بقدر الله تعالى والرضا عنه سبحانه جل شأنه، عدم التسليم لقضائه وما قدره عليهم، فتحدث هذه المصادمة النفسية التي يترتب عليها أمراض ليس لها علاج. فأول طريق الشفاء أن تستسلم لله تعالى، فأنت مسلم مستسلم مذعن منقاد لأمر الله تعالى فيما قدر عليك، فالأمر ليس عشوائية ولا صدفة ولا لم يأتي بطريق أنف، لكن الله سبحانه وتعالى قدره أزلا ودونه وقدره، ولما أمر سبحانه وتعالى بتنفيذه فقضاه عليك فيما تحب وما لا تحب. هذه مراحل الإيمان بالقدر. عشان نترجم الكلام ده لفعل هنوريكم بعض الفيديوهات اللي ترفع الإيمان وتخلينا نستسلم لأمر الله ونعرف إن ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر علينا شيئا
إلا برحمة سابقة، فرحمة الله تعالى هي التي تسبق كل قدر يقدره عليك، وعلم محيط ولطف مطلق فيما قدر عليك، فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. شوف حضراتكم الفيديو الأولاني عشان نشوف مدى فضل ربنا علينا، ونحن لسه موجودين وبنتنفس وبنتكلم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. بتاعته والشرايين بتاعته، لو حصل قصور في الدورة الدموية بسبب ان الصفائح الدموية بدأت تتجمع مع بعضها، لانها عندها خاصية لزجة بتلزق في بعضيها، في بعض الانزيمات بتمنع التصاق الصفائح الدموية مع بعضها، وبالتالي لو ده حصل في خلل، شوف حصل في تجمع الصفائح الدموية في جدار الشريان التاجي، وده الشريان الرئيسي اللي بيغذي القلب. شوف حضرتك هتبدا تيجي بقيه مكونات الدم تتجمع فوقها وتتراكم وتتكون لحد ما تعمل ما يسمى بالجلطه وتقفل الشريان التاجي، ودي كارثه. طبعا الفطر الريشي والاشد منه في موضوع الدوره الدمويه والقلب، الفطر الشيتيكي، شوف بيمنع الكلام ده كله، بيمنع التصاقات وتجمعات كرات الدم الصفائح الدمويه. شوف لما الشريان اتقفل، شوف النتيجه اللي ممكن تؤدي للوفاه، بيحصل ازمه قلبيه وتوقف عن الدم، توقف الدم عن جزء من القلب، لو الجزء ده كبير ممكن يعمل له سكته قلبيه. فده هيوريك منظر القلب، شوف الحته اللي ماتت دي اصبحت حته ميته ما تقومش بوظيفتها، ممكن يحصل لها تمدد، ممكن عبء على القلب، القلب بيضعف جدا ما بتقومش باي وظيفه، فده ممكن يؤدي لفشل في القلب وللوفاه في النهايه. بيوريلك شوف القلب في الوضع بتاعه، شوف الواحد يعني قد كده ضعيف كما اخبر الله تعالى وخلق الانسان ضعيفا، يعني شويه دم بتتجمع مع بعضيها ممكن تودي بحياه الانسان، او على الاقل تعمل له ازمه قلبيه ودنه في العينين مركزه على كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل له. هنشوف حاله بقى قلب مفتوح، والكلام ده بيترجم لحاله حقيقيه، والعيان نايم، القلب اتجنن وبدا يبدا في حاله التوقف، بس مش توقف ظاهري، لا ده هو اتجنن في حركته بقى سريعه جدا لدرجه ان هو ما بقاش يقوم بوظيفته. نشوف الفيديو عشان تعرفوا مدى فضل ربنا على خلقه سبحانه وجل شأنه. سكته قلبيه، السكته القلبيه مش القلب بيتوقف، شوف بينبض بسرعه هائله، اشعه بالصبغه القلب، شوف الحركه بتاعته قد ايه، شوف ده القلب، شوف بينقبض قد ايه، بتقبض عدد هائل من الضربات فما بيقدرش يضخ الدم. فالسكتة القلبية ما هو إلا ضربات سريعة جدا، القلب بدل ما ينقبض كده ويرجع تاني يمتص الدم اللي جاي من الوريد العلوي والسفلي، وبعدين يضخه في الشريان الرئوي عشان ينقب الأكسجين، ويرجع تاني ويضخه في الأورطة عشان يكمل الدورة، القلب بدل ما يعمل كده يرجع تاني ينبسط وينقبض، ده اللي يعمل كده. طبعا هو ممكن مثلا المفروض يضرب كده 70 ضربة في الدقيقة، لما بيحصل سكتة قلبية القلب بيبقى واقف مكانه ما بينقبضش، الدم بيتجمد والقلب عمال يعمل كده رعشه. لا شوف ضربات القلب سريعه جدا ازاي، ده رسم قلب، شوف ورا بعض ورا بعض ورا بعض، كان القلب مش قادر يضخ الدم، شوف عامل ازاي. شفت الرعشه اللي بوصفها لحضرتك، هي نفس الرعشه دي، مفيش دم رايح ولا دم داخل ولا دم طالع. شوف دي بدل اديله صدمات كهربائيه عشان خاطر شفت دي بقى ده الضربات الطبيعيه، بدا ينقبض ويضخ الدم. الاول ما كانش فيه مفيش حركه خالص، الدم القلب يعتبر في حكم المشلول، دلوقتي الدم شوف بدا ينقبض ويشتغل تاني. هوريك شوف رسم القلب بدا ينتظم ازاي، شوف بين الضربه والضربه قد ايه، يعني سبحان الله، شوف القلب بيترعش ازاي، رعشه بس ما عادش فيه ضربات لانه سريع جدا
ضرب مثلا 500 او 700 او 1000 فما بلحقش ينقبض. بدا يديله صدمات كهربيه وبدا يرجع لوضعه الطبيعي وينقبض وينبسط وضخ الدم، وهيبدا بعد كده الرسم القلب ينتظم عشان تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان انت في قبضتي. ضربة القلب لو سرعت شوية، شوف انتظمت ازاي، لو سرعت شوية بيجيلك سكتة قلبية، لو قلت شوية برضو بيحصل فشل ان القلب يقوم بوظيفته. شوف بقى حضراتكم ان لزوجة الدم لو زادت شوية تعمل لي جلطة وممكن تموت، لو فكت شوية تعمل لي نزيف ممكن تموت، ضربات القلب لو سرعت شوية ممكن بيتوقع ان وظيفته وموت، لو بطأت شوية ممكن الدم بيتجلط فيه وبيخليه مش قادر يقوم بوظيفته وبيقفل الأوردة والشرايين وبيموت. كلها حاجات لها منسوب دقيق جدا، لو زاد أو قل الاثنين نتيجة كارثية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى زي ما أخبر في قرآنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتعجب ان انت مع كل ده اللي انت شايفه ده وبتعرض عن ذكره وعن طاعته وعبادته وشكره على ما أعطاك من النعم سبحانه وجل شأن. الحاجة التانية اللي احنا لازم نعرف ان القصة جوانا كلها قصة تدميرية. ربنا هو لولا حفظ الله تعالى لنا فعلا ما فيش حد يقدر ياخد نفس واحد. كل خلية من خلايا جسمنا، الجسم بيتكون من 100 تريليون خلية، 100 ألف مليار خلية، كل خلية عبارة عن خلية سرطانية. لولا ان ربنا حط فيها لجام حاكم الخلية انها تتحول لخلية سرطانية، ولو خلية واحدة اللجام ده ضعيف وساب الخلية ترجع لأصلها هتعمل مستعمرات تدميرية وتبيد الجسد وتوقعه في ساعات أو أيام قلائل وتنهي حياته. هوري حضراتكم فيديو يوريك ازاي ان الخلية فيها جين سرطاني وازاي ان ربنا مركب عليه جين تاني في النواة الخلية في المادة الوراثية تمنعه لولا لطف الله تعالى، ولولا أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، وأن رضاه سابق لغضبه، وأن عفوه سابق لعقابه. كان الأصل بتاع الجسم أنه يتحول لسرطان، وقبل ما المجنون يتولد كان يموت بأمراض سرطانية مدمرة. نشوف الفيديو عشان حضراتكم تشوفوا إيه اللي ربنا بيعمله جوانا وإحنا مش شايفين. شوف هيوريك الجينات الوراثية اللي موجودة داخل الخلية الكبدية، وازاي الفيروس بيعمل لها عملية اضطراب وتغيير في الاستقرار بتاعها. شوف جايب لك النواة بتاعت الخلية الكبدية وجايب لك الجين المفروض يمنع الخلية من السرطان، في جين تاني بيدخل عليه. شوف الفيروس بيبدأ يعمل تثبيط ويخمد ويهبط الجين اللي بيمنع الخلية انها تتحول لخلية سرطانية، فالخلية تبدأ تنشط و بتفك الأسر بتاعها وتنطلق في الانقسام والانشطار تتحول لخلية سرطانية. أنا بفضل الله لو قدرت أجمد الفيروس. شوف بدأت تعمل بؤر سرطانية والبؤر تنتشر، الميتاستاسيز يعني انتشار للورم السرطاني في الأعضاء المجاورة. شفتوا حضراتكم لما الجين اللي هو ماسك اللجام بتاع الجين التاني عشان ما يعملش عملية انطلاق للخلية وتمرد وانها تبدأ الرحلة الانشطارية السرطانية المدمرة، لما الفيروس لعب شوية فيه وضعف ففك اللجام اللي ماسكه فخلى الجين الأساسي اللي هو عمالة يراود الخلية انها تنطلق عشان خاطر تفترس الجسم وتاخد الأخضر واليابس واللحوم والعظم. يعني ممكن في بعض الأمراض السرطانية بتعمل عملية كسر للضلوع، والضلع ممكن يدخل على الأورطة ويفتحه ويعمل نزيف في الرئة ويموت. يعني حاجات شرسة جدا. تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يعني مدى الرحمة وهو الحنان المنان اللي عارف ايه اللي يصلحك، ولما حتى يبتليك عارف ان الابتلاء ده هو أرحم حاجة بيك
ولو ما عملش كده ممكن يبقى العواقب أشد في الدنيا، وما فيش مشكلة أن ممكن يبقى الموضوع يؤدي حتى لعواقب الآخرة والدخول إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. فربنا بيتعامل معك بأخف الأشياء، ولما يقدر لك حاجة أنت مش عايزها اعرف أنه رفع عنك بلاءات أعظم وأشد بكتير قوي، وتسجد لله شكر على أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى يعملها لك، لأنك أنت مسلم له علشان حاجتين. الحاجة الأولانية أنه هو عارف اللي أنت مش عارفه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعسى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أنت عارف أن ربنا عارف أن أنت مش عارفه، طب ده الشرط الأولاني. الشرط الثاني عارف أن ربنا أرحم بيك من نفسك ومن والدتك وأمك التي هي يعني لا شيء أغلى ولا أحب ولا أحد أقدر على تضحيته بنفسه من أن تضحي الأم لولدها وتجود بنفسها في سبيل أن تراه سعيدا. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى عارف اللي أنت مش عارفه وأرحم بيك من نفسك ومن أمك، فلازم تسلم له وأنت مغمض، وهو مش موري لك هو بيعمل لك ايه. بس شوف انت لما شفت بعض الحاجات خلاص لازم تسلم في حاجات كتيرة قوي. وما خفي كان اعظم، وهو الذي اخبر بقوله سبحانه جل شأنه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي اسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يعني في نعم ظاهرة ونعم باطنة، وقد يكون الباطن اعظم من الظاهر. أعتقد أن ده لازم يرفع إيمانك ويسلمك للتسليم للقدر وكل اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره عليك ترضى به، وده أول طريق الشفاء. هتقبل على الله وهتقبل على الحياة وإنت راضي وعارف أن ربنا سبحانه وتعالى أدخلك في كنفه وجنابه ويحنو عليك ولا يجري عليك من مقاديره، حتى وإن كانت في نظرك مرة، إلا ما هو فيه مصلحتك ومنفعتك ونجاتك في الدنيا والآخرة. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: والله لا أصبح يوما إلا وأنا لا أبالي بقدر الله تعالى إن كان مرا أو حلوا، إن كنت أحبه أو أكرهه، لأني لا أعلم هذا الذي أحبه إن كان فيه الخير وهذا الذي أكرهه إن كان فيه الشر. فالأقدار غائبة والعواقب الأقدار غالبة والعواقب غائبة، يعني الله تعالى غيب عنك عواقب الأقدار، فلا تأخذ الأمور على ظواهرها. الأقدار غائبة والعواقب الأقدار غالبة والعواقب غائبة، فلا تأخذ الأمور على ظواهرها. مش هتحقق شرط الإيمان ولا التوحيد ولا إنك هتقدر تستوفي شروط لا إله إلا الله إلا إذا آمنت بهذه الشروط الستة: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وبالقدر بكل مراتبه، بعلمه وبكتابته وبمشيئته وبخلقه وإيجاده سبحانه جل شأنه. ندخل بقى على القضية الثانية، يمكن باقي وقت قليل، اللي هي القضية العلم والطب. الحقيقة ان الحاجة اللي انا عايز اصلها ان في حاجات كتيرة قوي عايشينها بشكل خاطئ، سواء في الانظمة الغذائية او في التعاملات مع الادوية. اللي يهمني ان نركز عليه، مش كل واحد يتعب ويحصل له حاجة ياخد ادوية كيماوية عمال على بطال، دي ممكن يبقى لها اثار سلبيه واعراض جانبيه اشد بكتير من المشكله الاساسيه، المرض الاساسي.
على سبيل المثال مثلا احنا عندنا دلوقتي نسبه كبيره قوي عندهم تليف كبد. وتليف الكبد ده معروف ان الخلايا التليف حصل عمل نوع من الخناق على الخلايا الكبديه، فبعضها مات وبعضها بيحتضر. واللي بعضها اللي بيحتضر لسه فيه حياه عايز معامله خاصه جدا، يعني ادخل له اكل هادي، ولازم يكون في تدعيم للخلايا زي عسل النحل والسكريات والحاجات اللي بعيدة عن التطرف والدهون والمقليات والمسبكات والملح والحوادق وكل الكلام اللي ممكن يبقى عبء. بس الأخطر من كده إن أنا ممكن أدخله أدوية كتير كيماوية ملهاش لازمة. طبعا متعارف عليه دوليا على مستوى العالم إن العلاج الوحيد لتليف الكبد هو درع الكبد، إن نشيل الكبد وحط فص سليم. ايه بقى لازمة ان العين ياخد 20-30 نوع مكملات غذائية كلها عبارة عن مواد كيماوية ومواد حافظة وحاجات زيادة ملهاش قيمة تدخل على الكبد وتجهز على الخلية الكبدية اللي لسه فيها حياة. فقضية التعامل مع الأدوية خصوصا في الأمراض الحساسة زي تليف الكبد اللي ملوش علاج غير الزرع، انت مالكش حل خالص غير ان انت تاخد الحاجات اللي ممكن لو في مية في البطن تاخد حاجات تعالج الاستسقاء وتنزل الميه اللي في الغشاء البروتوني، وحاجه للسيوله وحاجه بسيطه تساعد الكبد. اللهم الا لو احنا ربنا من علينا دلوقتي بروتوكولات علاجيه بتحسن التليف بدرجه كبيره. فانا بقول لك يعني لو انت مش هتعالج الحاجه مظبوط يا ريت ترحمها من الادويه الكيماويه. احنا طبعا البروتوكولات اللي احنا بنتعامل بيها بفضل الله كلها حاجات اغلبها حاجات طبيعيه ربانيه، ما حصلش تدخل. احنا بنتعامل تقريبا كل الانظمه اللي عندنا ما هي الا ادويه، يعني نظام دوائي كبسولات وحاجات مواد في شكل دوائي ومركبات دوائيه. بس الفرق بين ده وبين العلاج الكيماوي ان احنا خدنا كل الكيماويه دي ما هي الا نباتات طبيه، خدوها وعملوا فيها تحويرات وتغييرات في الماده الفعاله وحولوها لماده كيميائيه سامه. طب انا لما الحق ده واخد المادة الفعالة المؤثرة وكل إيجابياتها موجودة وقبل ما تدخل لمرحلة السلبيات والأعراض الجانبية والوضع الكيماوي اللي ممكن تدمر بيه الجسم، أروح موقفها وأبدأ أدخلها للجسم، يبقى أنا كده خدت الميزة بتاع وهربت من الضرر بتاعها. مثلا عارفين الأسبرين، الأسبرين ده بياخدوه من لحاء الصفصاف اللي هو سالك سبارك. طيب انا لو خدت الماده الفعاله بتاعت لحاء الصفصاف اللي هو سالك سبار كده واستخلصتها ونقيتها وعملت لها خلاصه، وقبل ما تتحول لاسبرين كيماوي ممكن يعمل لي قرحه في المعده وفشل في الكلى وكل الادويه المسكنات اللي ممكن مضاعفات اللي تعملها، اخد الحاجات دي ووقفها في المرحله اللي قبل الاخيره اللي بتتحول فيها لماده كيماويه واعمل لها توقف واحولها لمنتج دوائي طبيعي نباتي رباني عالج بيه من غير اي اعراض جانبيه. وهو ده المنظومه اللي بشتغل عليها، ان احنا عندنا بفضل الله بروتوكولات علاجيه لاغلب المشاكل. اولا الحاجات اللي احنا بنعالجها اغلبها ملهاش علاج عندنا في الطب التقليدي الا حاجات يعني ممكن يكون بالنسبه للمريض مستحيل انه يعملها، انه يزرع كبد مثلا. مشاكل القلب ممكن محتاج انه يعمل قلب مفتوح، احنا عندنا حاجات ممكن تبعده عن القصه دي. فانا عشان انقذك من درع كبد او انك تعمل قلب مفتوح او حتى تعمل قسطره وتركب دعامه، يبقى انا انقذتك من حاجه نسبه المخاطر فيها عاليه جدا، وبحاجات مش حاجات كيماويه حتى انك تاخد ادويه، لا ده انا مدي لك حاجات طبيعيه ملهاش اي مشاكل ولا اعراض جانبيه ممكن حتى لو بعيده المدى. احنا شفنا طبعا مشاكل كتير قوي بسبب تناول الادويه المستمر المتواصل. فاللي يهمني ان حضراتكم يبقى كل واحد مهم جدا انه يوجه نفسه، ما يمشيش كده في اي طريق وخلاص من غير ما يراجع نفسه في الحاجه دي اللي هاخدها دي وهدخلها للدوره الدمويه، هل هتفيدني بس ولا ممكن يبقى ضرر اكبر من نفعها. فلازم حد مؤتمن تستشيره وترجع له وتاخد رايه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يؤتمنون على استشاراتهم، وان يكونوا ممن كتب الله لهم أن يكونوا ناصحين لهذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ناصحين أمناء
وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.